من بعد ما سمعنا وشفنا وعم نشم والخطورة اللي صارت ببيروت، من بعد ما شفنا هالشي كله بأم العين إنه الغازات الموجودة لو طمروها بالرمال هذا لا ينفي إنها موجودة. وإجت نقابة المهندسين في الشمال قالت هذه قنبلة موقوتة. عم يتوزع عدة بيانات وعلى عبر التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام بأن المكب هو قنبلة موقوتة وأنه بينفجر بأي لحظة كان. منأكد هالموضوع أنه غير صحيح والمكب ما بينفجر أبدا، وحفاظا منا على السلام العامي وعلى مصلحة المواطنين كلفنا بعض المستشارين البيئيين الذين هن عندهم خبرة، ومنهم الدكتورة ميربت الهوز اللي هي نحن كلنا ثقة فيها وذو خبرة عميقة بهالمجال هذا، وأكيد عملت الدراسة وربحت لنا تقريرها ضمن أكيد دراسات وضمن أرقام محددة. منأكد للناس وللمواطن ما في داعي للهلع، ما في داعي للخوف، المكب لن ينفجر أبداً.